تعتقد هذا الوقت مال انسجام للعمل لو خلافات بالعمل كان زين؟ انتم اخذتوا فرصتين، الفرصه الاولى لما قال لكم السيد اخذوا 40 يوم واخذتوا الفرصه مال ال 40 يوم، ورجع انسحب الرجل واستقال وبديتوا انتم. من هي واثنين جلسة لم يتفقوا على شخص رغم أنهم اختلفوا أنه يجب أن يكون من الخط الأول. بس اليوم تنازل عن الخط الأول. المهم بس أخذوا لهم فترة بها طويلة. كان المفروض هم يتنازلون عنها من زمان، لأنه أكو مرشحين إذا يدخلون يحرقون العراق، معناته البلد يحترق بصراحة. غير مثل ما نعطي مثال تحبسنا؟ ما لا إذا القاضي ينحبس 102 أنا شو أسوي؟ صدق يقول إذا القاضي ينحبس أنا شو أسوي؟ 102 جلسة هموني جو من الجلسات في سبيل أن تتوصلون إلى شخصية، يعني هاي شغلكم من 2003 إلى الآن، ما قدرتوا تدبروا لكم فت 50 شخصية، 40 شخصية، 30 شخصية، بحيث أنه هذا يكون إلها دور في المستقبل.